بسم الله الرحمن الرحيم. الانأصايل بنزوترازولز prepared by منى محمد ياسين and منال محمد. الانترودكشن، هنا بنتكلم عن استخدامات الانأصايل بنزوترازولز وكمان الخواص بتاعته. الانأصايل بنزوترازولز are one of the most useful benzotriazole derivatives which have been successfully utilized to prepare numerous biologically compounds under natural and mild conditions by N, OC, OS, OO oscillations. Benzotriazoles وخواصه. Benzotriazoles have high solubility in organic solvents, stability in acidic as well as basic media. General equation. هنا بيفاعل الكربوكسيليك أسيد في وجود الـ NBS والـ BPH3 فبيدينا intermediate، والانترميديت ده بيتفاعل مع الـ BTH ويدينا الـ N-acyl benzotriazoles. طبعا النجمة الزرقاء دي اختصارة لكلمة alkyl أو aryl أو glycosyl. الكيوردز دي اختصارات الريجنس والمتفاعلات اللي كانت موجودة فوق في الجنرال equation، اللي هي الـ N-acyl benzotriazoles اللي هو الناتج، والبنزوترازولز N-halosaxinimide اللي هو اختصارة لـ NBS، والترايفينايل فوسفين اللي هو الـ BPH3. Senses of N-acyl benzotriazoles. طبعا هنا بيتكلم عن طريقتين لتصنيع الـ N-acyl benzotriazoles، واحدة منهم قديمة واحدة منهم جديدة، وأكيد وطبعا يعني الجديدة أهم وأسهل ومور إيكونوميكال وكمان لو توكسيستي، عشان كده هي المعتمدة والمستخدمة حاليا. The previous method. هنا في الطريقة القديمة بنفعل الكربوكسيليك أسيد في وجود الـ BTH مع الثيانيل كلورايد في وجود الأيودين، والأيودين هنا highly toxic with base. وطبعا اهم حاجه هنا الايودين، لان ده اللي بيفرق ما بين الطريقه القديمه وما بين الطريقه الجديده. فبيتفاعل الكربوكسيليك اسيد في وجود الريجنس دي وبيدينا الـ N-acyl benzotriazoles. The recent method. الطريقه الحديثه، هنا بيفاعل الكربوكسيليك اسيد في وجود الـ NBS والـ BPH3 والـ BTH ويدينا N-acyl benzotriazoles. والفرق بين الطريقة الجديدة والطريقة القديمة ان احنا استبدلنا الايودين من الطريقة القديمة وحطينا الـ NBS، فدانا ناتج بـ high yield وكمان have low toxicity و more economical وطبعا سهل ان احنا نعمله. ميكانيزم of action. هنا الميكانيزم بتاع الطريقة الحديثة، بيتفاعل معانا الأول الـ BPH3 اللي هو الترايفينايل فوسفين مع الـ NBS الـ N-halosaxinimide وبيدينا انترميديت اللي هو إيه. الانترميديت ده بيتفاعل مع الكربوكسيليك أسيد ويدينا أسايل أوكسي فوسفونيوم أيون اللي هو B. Then with the loss of succinimide بيتفاعل معانا الأسايل أوكسي فوسفونيوم أيون مع الـ BTH ويدينا الـ N-acyl benzotriazoles. هنا essences of N-acyl benzotriazole in gram scale. بنفاعل الكربوكسيليك أسيد 10 جرام من الكربوكسيليك أسيد في وجود 17.5 جرام من الـ NBS و 24.9 جرام من الـ BPH3 اللي هو الترايفينايل فوسفين مع 11.7 جرام من الـ BTH ويدينا الناتج 16.8 جرام من الـ N-acyl benzotriazole، وده هاي ييلد بيدينا 87% هاي ييلد، عشان كده هي الطريقة المستخدمة حاليا لأنها بتدينا high yield وبتدينا low toxic وطبعا سهلة وإيكونوميكال.
الريفرنس، ده الريفرنس بتاعنا، ودي البيبر المعلومات جاية منها. البيبر دي من الهند لبروفيسور اسمه ألان، published in 21/7/2017.